It's me, Mellow Mario. الله الله يا بابا سيدي. السلام عليكم، اسمي مانو ماريو. اليوم في فيديو رقم 9، ايه فيديو رقم 9 ان شاء الله، لي سونيك مانيا. الفيديو اللي فات مشينا لميراج سالون، ميراج سالون زون تويكا في اول اوسيون. هذا الزون جيبوها من سونيك 2. الأغنية عمين هكاك بطبيعك، عمين الأويل مازوت، الديزاين بالي عربي شوية، فيها هكا الحفازة مثل المجوهرات هذية، عاملينو هكا حاجة عربية القديمة بطبيعة، ما بيعرفوش بالعربي توا، الحاجة القديمة بطبيعة من الأغنية هكا صحراوية عربية كا. كو اول اسين جاي من سونيك 2. بصراحة سونيك 2 نفكرها فما اول اسين، انا ما يس حاجة كبيرة بالنسبة لي، او فما سبيشال رينج ولي مخبي يا وحيد. دوك شلعبها كي عادي توفو عاملين زيدو هكا في النار، هكا تحرق المازوت، فما مازوت هكا تحرقو، الانيميشن سمحة ياسر، كاستيج ما نعرفش يعني، مش كيما مثلا هيدرو سيتي يعني مع ذكريات، كيما هذاك الاليفيتر، كيما هيك حصان البحر، حصان البحر هكا يطير، ملا انمي، كيما هذا قرنيت، كرهت من القرامة ثم ينقزو يضربو، ينقزو يضرب، تحرق. وما يضم هكا حاجة هكا تسخن تطلع لفوق، وكان تهبط عليا تحرق. ما عندي نجم تحاول سوبر سونيك، ان شاء الله بان تحاول سوبر سونيك. الستيج ما نحبوش. وما يضم هكا انا ذي نفكرها، اذا قاعد يمشي على بعض هكا مشهور. وي يمشي برك. هذا الفيديو باش يكون قصير خاطر باش نكمل فيه، باش نعمل سبيد ران. عندي زاد عند النار باش نعرف باش تعاوني في سبيد ران. هذا I'm on fire. الله يا لبس هات النار تحاتي. عم سوبر سونيك، عم سوبر سونيك فك علي، انا نخسر الفلوس. كو هذا هو البوس، في صوت سونيلو. بهذا البوس شكون هذا؟ واحد عنده حاجة فكرني بام ذا بيلد هكا كانوا يجيبوه في البيزي 3 ولا شنو. كو بعد يعمل في بريسيون، واه نجم نتغرفص من فوق، رد بالي مش نتضرب نتغرفص. كو هيك هي راح فيها خمس اربعة خمسة ضربات ويتشوشط كيما في انجل ايلاند سون. الدنيا كلها تتشوشط، تولي كلها دخان، الافكت هذا سميح. هذاك الاكتو عاملينو ريميكس، الاكثرية عاملو في فازة جديدة، انو كيما في ساندو بولس جايبين هذي الميكانيك من ساندو بولس. هذا السويتش جبتها نحيك الدخان، هيك الدخان ينحي لك الرينجز. كو هيك الشيء يعمل، هيك الواحد ضربته اخي طاح في صار كيف الدنيا تحرق اللي يضرب هنا. حتى هذي فاست المازوت تطلع فيه جايبينها من ساندو بولس، يعني برشا زونيت هكا ما نجموش يجيبوهم مثلا ساندو بولس، ما عادوش عملوها، ما كانش جابوا الالمنتس نتاعها سونيك 3
الستيج الثالث نتاعو ما جابوهاش، ما جابو الا مد نتاعها تم ثاني ديري دز جيبينا زاده من حاجه كيفها من سونيك من ساندر بولس كوميدا قرنيطة. هاد الرينكس قاعدة تنحى لازم يلوج على سويتش نتندو سويتش. اه يا اخو مغوصة مش نهربو من الاخر كتايل زيتبع فيها ما نموت. اوه نخاتي الواحد سيئ بس هذا بيه سوبر سونيك البوس الاكتو هذا اصعب بوس ذات يوم الصحة فكرة بنتاعو بايا في حويج قدم كان سبق من الحديث مش بعدي كان تلها بالبوس نضربو عندو سويتش عندو سويتش يوم في المازوت نزو نزو هذية كيلو هنا متاع البين بول الرميكس مش واضح ما داك يشبه القديم والله انا بليس الرميك هذا ثم هذه كرة اخرى بالنار مال هذه مو ما غاد كما يصير كرة تا سونيك تا سونيك 3 يمرجو لا سويتش ماست ستيج بروترني من الستيجز اللي رجع داخلي بواحد هما لازم تمزوز ستيجز من سونيك لا يلبس سونيك 2 وزوز حبوكا في عوض زوز سونيك من سونيك الاول خذوا جرين هيل زون كاو وعملوا ثلاثة من سونيك 3 على خطرة كبيرة والناس كل يحبوها يعني لافا ريف الزون اللي بعد هذي و هايدرو سيتي و شنو الأخرى فلاينغ باتري زون سونيك 2 خذوا هذا من الزوز معرفش شنو من الزون الأخرين فما إمرالد زون نتفكرها أول واحدة فما واحدة فيهم أشجار فما هيدن بالات زون ولا شنيا حاجة مخبية اه فما كازينو لا خاطر فما استوديو بولس هيك علاش استوديو بولس حمر مثل اللعب هو هذا حتى هذا جيبوه في سونيك 4 مو سونيك 4 حسرة نسيت اللي فما سونيك 4 هكا جاتني فترة نسيت فما سونيك 4 عندي سوبر سونيك تو باي بيس عن لوجه على سويتش في الابيزود الثاني عند سونيك 4 عاملين ليفل يشبه هذي الاويل الاويل ارشن وعاملين كازينو ظهر لي واحد بتاع الثلج هزيلو عاملين هكا اويل ارشن وستاج بتاع طيارة اوه بس مش تخسر ال شوف النفق يا تيز نقز مو مخدش الفلوس تيز بي اه حبيني فور رينجز مفروض كملنا دو شوصل للبوس لك تو بوس غير سوبر سونيك صعيبة ليا لا عاد لا 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 وي غواصة أخرى ما نحبش غواصة لا 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 أو أو كنت أخرى نضحى ما لازم نجي في الوسط كيف ما نعرفش الفوز اوكا ضربتو ياسر جس نفسر لكم مش فيه وزي نوريكم هذا نخسر ياسر فما هيك كي تمشي تضرب فما هذا الليزر هذا مش غريب عليا ما نعرفش من فين ضلي في سونيك 2 كان موجود شو بس يضربك ويعمل النار فما ذمة
هيكم ال أحاحا. لا عنديش رينكس. هيكم جايين من سونيك 3 البوس هيك الآلة الكبيرة اللي عملها هيك مان فيها الصوابع الصوابع اللي دي وفيها هيك في لافا ريف زون تكونوا موجودين يا جماعة. ها 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 ما في بيش عنده الدم هكاك والقرنيطة هذه الزه هذا أكثر بوس لا لا تاتانك مورنرش مت فيها أكثر هذا ثاني واحد مت فيها اللعبة هذه وعجبني بحق بوس هذا عجبني صيب وات وات سيريسلي كمان مش عارف غلط يمشي موت هاي وين الليزر موت اشكون جدي جيست هيكم هيكم الجزو حي اللي بدو يضربو راهم يمرجو هذا الفول سبعة لازم بطاط نمشي وكان بدي على الاقل احنا جرينا ستاج نضيع الوقت ونيا اضرب 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 روح على جبنا تيلز معنا نضرب زه اوه شارع اضرب يس اح خذ رينج لا ربصني هذا كله فيلز خلص بشو حياة زمان استحفظ الحياة يا تياز نكس معايا هذا ما اربع ضربات دي ما يمشي الزحلة تياز هيا عاد ايش بعدها خلاص خليك انت خلينا نتحكم في تيلز هنا تو هكا سيفا هكا بي خذ رينج ماخذتش رينج مش بي انا كسرت هيك تحشوني تحشوني قط 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 زعما نتحكم في تيلز لا 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 كله من تيلز هذا احسن موت موت زايد زايد ما في امل ما في احساس كنا شي سوبر سونيك ها السيد قام يتغرفص هذيك صح يا تيلز انا عندي خمس ضربات لا تيلز مشو من ساعه كنت هما ثلاثة بلاتفورمز يس هيكم الضربات ديما يضربوني يس تكسر يس ارتحت منك باي باي قرنيطة باي 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 اوكتوبوس او زمير دبالي من الموتش تاز مات تتحط ارتحنا من الاول عشان بس لها ماي شرح شوكم فيديو نقول شوية فيلز في الاخر الاغنية هذي جاتني قشعريرة في لحمي دو قشعريرة اقشعرة بدني لو شاركوا فيديو لايك كومنت سبسكرايب يا تصميم ماريو سي يو نيكست في امان الله في امان الله باي باي